تغسلي الشربيطه زوينه هاد العصير يعني كبير. صباح الخير. صباح الخير لك انت. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. وعلى الدراري. الله يبارك فيك. هاد الناس ما باقي دايرين بحساب المسكين. الله يهديك المسكين الى الله. والله يقنعنا بالله صافي. وانت سعداتك على لك نزه وليداتك الله يحفظهم كلهم كبروا. ما انا راه كلشي باقي صغير. حتى انت يا دابا يكبروا ويفرفروا ويخليوك بوحدك كيف خلاوني. داكشي اللي كاين كاع اللي دار ركابي وتزوج كيمشي. انا راه كانوا كيجيو عندي مره في 7 ايام ولا مره في 15 يوم. دابا شراو لي تليفون باش ما باقي يجيو كاع. ايوا ولدي انت يا وكبري وقري. ولا واعر لا كنزه راه الزمان اللي صعب هو اللي ما كيخليهم يجيو. انا لا والزمان ما دار والو وعيالاتهم اللي عماو ليهم العينين. والله يهدي الجميع. لاله كنزه ما سخيت بك. نتشوفوا في العشيه نمشيو نجلسوا شي شويه في الجرده. ان شاء الله. عطيني عطيني واحد جوج حبات ديال الماتيشار نسيت ما شريتها. عاوتاني واخا لاله كنزه هاكي واخا باقي عندك البصله ديال البارح والحامضه ديال ول البارح. ايوا لا يحاسب لا حتى انت. شوفي غنمي عندي حتى تكملي طاجين ونعض على صاحبتي لواحد الطاجين معلاك. لالا اختك قال لك انت انت واش غديري راه خرج دايره بحساب كلشي زعما نشري ولكن اختي الغلا في الوقت. هنا الشاب ايوا ابتسم ليا كيف العاده. ودي لالا اختك على زلمتي هادشي باش كتعجبني في الحقه. مخلقة السي مصطفى ياك لاباس. واش نقول لك الساعة ولا ودا السي رماتي؟ الوالدة من الصباح وانا كنهيط عليها ما تجاوبش. انا اخوك مخلوع. وهيلي الله يهديك الا خرجتي دوز عندها راه الله وصى على الوالدين. السي رماتي فين هي هاد الوقت باش تدوز عندها؟ ها انت تنخرج من هنا تنمشي انا تناخذ الدراري من المدرسة ياك تندوز تناخذ مدام تنمشيو نتغداو ملي تنتغداو تندي الدراري للمدرسة تندي مدام للخدمة وتنجي انا للخدمة هنايا. فين هي هاد الوقت باش نمشيو عند الوالدة ودا السي رماتي؟ ايوا الله يكون في العوان الله يكون في العوان. حل المزاح مع الناس اللي قدام بارك ونخليك تقلع مع راسك مشي نشوف المسلسل فين وصل ونرجع لك. مدام كاين شي غدا ولا عاوتاني تسخني لنا العشاء ديال البارح كيف العاده؟ نوصلوا للدار ويحن الله. حتى نوصلوا للدار عاد نفكروا اش نديروا للغدا. شوفوا واحد الوقت كي ولات. واخا تشني يوم بيتزا نتغداو بها؟ بيتزا لا 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 البيتزا وليدي ما كتشبعش هي ما كتشبعش. لا عندك بابا. باباك اليوم غيدينا نتغداو في الريستو. وين الريستو؟ وين الريستو؟ باباك راه ما باقي تسمع لي حد ولا هضرتو هي زايده ناقصه. دابا نفرضوا على الدراري شي حاجه ما بغاوهاش. لا 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 هما اللي تيفرضوا على داكشي اللي ما بغيتش. وراه الدراري راه وقتهم هادي. شنو المزاح هذا؟ شوفي انت الوقت عندك واش مساعده ولا لا؟ قالوا يا زمان قال لك اللي خلى عشاء الغدا ربي غناه. شتي الوليدات شحال تيكونوا حنان وزوينين ملي تيكونوا صغار. ايه ومني تكبروا تعفرتوا. انا وهو لازم نكون احرار. واش هاد الريحه عندك لهنيه؟ وهو قال لك كاينه ريحه الحرار. ويلي ويلي هاد الشي راه عندي انا. واش هاد لي غدي وتاختي هنيه؟ الله يعاونك الله يعاونك. ويلي 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 استغفر الله العلي العظيم. الوالده والوالده
يا قلت لك 100 مرة عاودي سدي الباب فاش تكوني بوحدك في الدار. على سلامتو. الله يسلمك. نسيتو يا وليدي نسيتو. كاين شي غداء؟ شاد الريحة هادي كتبخري عاوتاني. الله يهديك عاش من بخور هذاك راه غداتي اللي تحرك. أمي راه قلت لك شحال من خطرة خاصنا نجيبو شي واحد يجلس معاك في هاد الدار هادي. ها أنت مشيتي رديتي الغداء وأنت مشيتي تجبدي عليه. زعما أنا عشت وهاد الشي راه فايقة. واش كنتي كديري بالسلامة؟ كنت نتفرج في التلفزيون ونسيت راسي. إوا كولي دابا التلفزيون. هاني جي هاني جي. أجي فين غادي؟ نمشيو نجيبو ما ناكلو على كنزة. كاين باش نقضيو. أجي قعد حدايا راني توحشتك وغيتك تونسني وتفرق معايا اللغة. زيد هذاك زيد. زيد. جلسي جلسي جلسي. أنا وليدي. عرفتي راه التمريم والله إلا توحشتك بزاف. راه كانت جاية معايا مسكينة ساعة جاتها واحد الخدمة على غفلة وما زقد ليهاش. هاد اليامات مسكينة مكرفصة. كاع لا تجي. على حقاش مني كتقعد وهي نضجة ما نمشيو نضجة ما نمشيو. الجن اللي فيها ما كيحمل هاد الدار. وحق الله أمي أنت راكي عزيزة عليها. عرفتي البارح جالسة أنا وياها وهي تقول لي الله الله يا جمال شحال توحشت أمي كنزة. خير وسلام. هكا حتى أخوك مصطفى كيقول على مرتو. ويلي؟ إيه ولا بغيتو المعقول؟ عيالتكم ما كيحملوني ما كيشموني. أمي ألا كنزة لا ديش تقليد ديال الناس يرا هكاك. ما راه الوقت بدلاتو وكثروا المشاكل وجري عليا نجري عليك. قولي لنين على الشيطان وقولي الله يحسن العوان. واخا سمعني. الو وي مريم صافا شيري انا في القهوه. وي لا في القهوه. صافي خمسة دقائق ونجي عندك. خمسة دقائق انا جاي. على وليدي غادي تمنعك الا قلتي لها انا عند امي. ايوا هذا هو العجب. لا ما فهمتيش. دابا راه حيت قبيله كتبت عليها واحد الكذبه وباش نقضي واحد الغرض وقلت لها انا في القهوه ودابا في الدار. وعلاش غادي تكذب؟ قول لها اللي تحشت بها بغيت نمشي نشوفها. صافي امي صافي شوفي انت هاكي قدي هاكي شدي هاد البركه هادي قدي بها حتى نعاود نرجع عندك. صافي يا هاد الفلوس بخبارها ولا تخبيها. وخلاص امي واش دابا انت والده راجل ولا اختي وجهه عاشوره؟ ولدك راه راجل ونص. اييه راجل ونص. عليها ملي دورات لك اللي فعال قرط طاقة زدي ولا خفتي تصرفيك. كنزة خاصني نمشي. نسيني في هذاك الطاجين اللي تحرق ليا. يلاه يا بسم الله يا بسم الله. دي الخبز ها هو قبل ما تبرد. ها هي يا بسم الله. الله هلا شوفي هي معلكة ليا. الله يعطيك الصحه وغيره كان ناكل وما راه ما عنديش منين ندوز الفقصه واقفه ليا هنا. ياك شي بس ما كاين لا كنزة. انا بغيت نعرف اختي هنية هي دعيالات اليوم اش كيديروا لجارهم حتى ترجعوا رطبين كيف الزبده. الحب هذاك لالا ولا ما جربتيه ياك ما نسيتي ايامك. لا هادشي بزاف على الحب. واه والول شحال هادي ما جا عندي اليوم غير طل باقي ما سخن بلاصتو ويدور ليه سلي عفانه وانساني. انا الله يرحم عجوزتي ويغصن عظامها في الجنه كانت ملي كانت تجي عندي كنت يا لالا كنت الحمام كنكمد لها عظيمتها وكنجيب النقاشه وكننقش لها نقشه فعلا تركه عاد الماكله المخيره هي الاولى كتدوق منها. اما عريسات اليوم راه ولاو كيغبروا وكيغبروا رجالهم معاهم. الحمد لله اللي باقيه بصحيحتك والهلا يلحقك عليهم. ايوا كولي وكنكولي. اما البنت مالكة كانت ديك صحنينه فيا قبل ما تزوج غير هي تزوجات ونساتني ولات غير دار الباشر حط الباشر هز الباشر كل الباشر وانا مشيت. الا كنزة ما يجي غادي تبرد. كولي وكان كولي بسم الله. يا بسم الله. الجيد الله يعطيك الصحه الصحه والراحه. هاك لالا
24 وا تسنى راه قالت لك تسنى ها تسنى 24 واش الضحف نمرت امي سير يلا سير سير الو امي انا ملكة كي دايره لاباس عليك لاباس بنيتي الحمد لله واش فكرت فيا في هذا الوقت لا غير عندي لك واحد اخبار غادي يفرحك هي بغيتي تجي عندي مرحبا بك بنيتي راه داركم هادي لا لا امي لا بغي نقول لك راني كنتوحم كيفاش كتوحمي على حمله ثاني اه امي وعشقت واحد الشويه ديال المروزيه المروزيه على ما كتعرفيش طيبيها يلا واخ صيفطي لي الفلوس باش نتقدى واهي قدي من عندك امي حتى نجي نجيب لك يلا فين عمرك رديتي لي شي ريال دابا دوك جوج فرانك اللي درنا غادي تقاديها واه دركي دركي يلا قولي لي وقتاش بغيتيها واخا امي الهلا يخطك عليا دابا صيفطيك الباشري يجي يديها اشنو علاه ما غاديش تجي تاكليها هنايا يلا واخا واخا تصبحي على خير يلا امي بالسلامه الله يعاونك هاك صافي يلا الله إلا على البنت صعبني وسولت فيا الله في سبيل الله زعقات لك بغات المروزية ها راه كنقول لك الحاجة اللي ما تشبه مالي أحرى فيت فيت الو ملكة اش هاني قدام الباب راه دخلت تجيب الامانه اش نجيب الدلاحه وكي غادي ندير انا الدلاحه والكفوه حتى نجيبهم فوق الموتور واخا واخا وصافي صافي يلا صافي يا ربي راه يا خالتي شويه يا وسلم لي عليها نقول لها غير نستني ان شاء الله ونجي نشوفها بحرا دورت وقالت لي باش تدوزي عندها هي توحشتني وبغات تشوفني لا قالت لك باش تهزي معايا القفه والدلاحه حتى للدار ونعاود نردك هي ايوا نقول لها امك ما مسالياش وانا كي غادي ندير الدلاحه والقفه خالتي راه تجي الدلاحه يا رجع القفه ياك فهمتي فهمت يا ربي هادشي باش عزيز عليا هاد خالتي كنزة واخا قديمة عقلها نقي واحد جوج اليوم غاتدينا السوبر مارشي اليوم غادي نمشي نشوف الوالدة راه شي شهر ونص هذا ما شتها ديك الساعة نمشيو السوبر مارشي شنو انا زعما ما نتقداش لا غادي نتقداو مدام غير نمشي نشوف الوالدة ونمشيو نتقداو وتا الدراري تا هما راه تحشو جداهم اش كان تمشيو عند جداكم ولا السوبر مارشي سوبر مارشي اش قلت عليك ها بغي نمشيو عند جداهم تبارك الله عليك راه قال لك السوبر مارشي واش انا دابا وقت ما بغيت نخرج خاصك تنكدني واش دابا وقت ما بنمشي عند الوالده كنكدك راه الوالده هذه كنزها عرفتي اش غادي دير غتمشي عند امك بوحدك وانا وليداتي غنمشيو للسوبر مارشي راه ما نزها ونزها اش 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 نقول لك اش ويا بدا خلط عليكم بالله اش بيديروا في هذا السوبر مارشي ها هي السقاطه الشكلاط هالفانيد مالكم على هادشي انا غادي نديكم عند جداكم ويتصاوب لكم واحد القزريه ديال الكسكسو بسبع خضاري داكشي والكرداس القديد لا 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 كنزة بلاتي هاني نازلة نحلك لا غير خليك غير بغيت نقول لك الله يجازيك بخير هاني مشيت للحمام لاجي شي واحد في الدراري يسول فيا غير تهني دابا نديرو دنيا على الباب شوفي عافاك الا عندك شي كيسر طب هذا اللي عندي حرش واخ هاني نازلة نعطيلك
سبع دار الطم. وديال الصابون عندك؟ لا عندي، يعطيك الصحة. شوف مصطفى. نعم. ربع ساعة تفوت، ربع ساعة غادي نخرج. واش نزها ملي كنت ديك انا عند امك تندير معاك هادشي؟ ما فيها بس ندخلو نشوفوها ونشربو معاها كاس ديال اتاي، وديك الساعة نمشيو للسوبر مارشي نتقداو في خاطرنا. الله يهديك. اجي فين غادي؟ غادي عند مول الحانوت. واش انا شهر هذا ونص ما جيت نشوف الوالدة، ومن جيت بيت نشوفها نجي ندخل بيت ديال ما جات شي. واه تبارك الله يعاونك. الله يبارك فيك. الله يجزيك بخير. الامانه ديال الوالده السلعه وجدها لك كيف العاده. الله يخليك. شوف الله يخليك، واحد نص الحليب وشي جوج باك ديال السكر وجوج ديال اتاي. بركه، خلي الولاد الاخرين ما يجيبوا. الله يهديك، راهي واحد نص ديال الحليب واحد القرعه ديال الشكلاط. كشتي الوالده مسكينه عزيزه عليها الحلاوه. وخذ الولاد حتى هما الشكلاط، راه قتلتيهم بالجوع. اييه اصبرك، دير لها شي شوكوليطات للدراري. الله يخليك في امك. الله يخليك. ها هما نعمس ها الشوكوليطات. ولا صبرك شحال بلا القضيه؟ 21500. ويلي شحال؟ 12500. بسم الله مبارك. بسم الله. الله يعطيك الخير. واش بغيتي؟ الله يسمح لنا من حق الوالدين. بابريك وعرفتي العيد ديال اليوم، خص الانسان يتساعد معاهم. تبارك الله على بابريك. شكرا. خلينا نشوف. الله، ما عارفين تكون مشات الوالده. ملي كتجي عندها ما كتلقاها، وهي كتمشي عند الناس كتقول لهم ما عمرو كيجي عندي. دابا غادي نخليها لا مرا فوق الباب، ولا غادي نحط لها هاد الكرتونه باش الا جات تعرف بلي راه جيت عندها. هز الكرتونه وسول عليها الجيران، خليهم من الشهود. اهلا بسطوف. اهلا لالا هنيا. لاباس بسطوف؟ اختي نزا كيف دايره؟ لاباس عليا. لالا هنيا، ما عرفتيش الوالده فين مشات؟ مشات غير الحمام، هذا اللي في الدوره. ايوا هز الكرتونه خليها لها، راه باقي السوبر مارشي تابعنا. واه الا نزاتك الله، وجينا حتى لهنا وما نشوفوش الوالده، والحمام هو في الدوره. نخلطوا عليها الحمام. واش فيها؟ ولا جات على خاطرك دخلي للحمام حكوا لها ظهرها وتخرج غير نشوفها ونمشيو. عرفتي شي يجيك مليح؟ نعم. دخل انت قطع وريقه ودخل عندها حتى لتفضنا. تبعني خويا مصطفى، دخلوا عندي دابا تجي، راه مشات قبيله. لا حتى المره اخرى لا هنيا، عرفتي دابا مع مدام مشات باش تحك الوالده ظهرها باش تسربي، غنمشي نشوفها. الله يخليك هالكرتونه اللي جات الوالده عطيها لها. واخا نزها. دخلي دخلي جيبي، كلمي الوالده. دخل عندها انت نيت. الشريفه الشريفه جل الله يهزك بخير. بغيت نسولك اختي عافاك. الله يرحم الوالدين. دخلي شوفي لنا واحد السيده سميتها كنزه. المراه اللي سميتها كنزه؟ اييه. زلقات وطاحت في الحمام وجات لها بلا زداتها. الله،
مي زلقات في الحمام وطاحت ودات على بيلانس. اي فضل الله 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 الله. نزها نزها، يلا نمشيو للسبيطار يلا. واش امك بوحدك؟ عيط لولاد الاخرين. كل 15 يوم الا بغيتي تبدليها. اوكي ميرسي pour la nouvelle collection. دابا انتم ان شاء الله غتكون هنايا. دابا انا غادي نجي ناخذ شي حاجه الا كنت. يلا بونجورني. ميرسي افوار. الو وي امل صافي حبيبه. لا لا وليلى غنجي وكنتسنى غير جمال يجي. لا حبيبه غير تهني. سي بون سي بون هو جا كاع. يلا توت الوغ. شيري تسنيني سد لابوتيك واش نمشيو عند امل. شيري ما فراسكش ماما. ماما كملها تراز لقات في الحمام وداوها للسبيطار. وانا مالي؟ كيفاش قلتي مالك؟ راه خاصنا نمشيو نشوفوها. خاصنا؟ خاصك انت تمشي تشوفها بوحدك. انا ما يمكنليش نتخلى على صاحبتي امل يوم خطوبتها. دابا امل حسن من امي. امل اخويا عاد تبدا حياتها. اما امك سالتها شحال هادي. واخا لا لا انا مشيت. اجي اجي عطيني سوار الطوموبيل. وانا خذ لك تاكسي. جمال اش هطعتي لو جاي في التاكسي؟ اخويا راه مريم مسكينه ضرها راسها ومشات للطرح ديال الطوموبيل. فين الوالده؟ الوالده واش ندخل نشوفها ولا نتسناو مالكه؟ سيدي تسناوها راكم عارفينها خاصها بالسبه. شوف اش كتعرف من الناس باش كتعجبني. الله امي مات. الله يا البشير. الله يا البشير امي مات ليا. الله يا البشير تبعها عجالي الله حطها عقبوها. الله ياخذ فيهم الحق. صافي 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 صافي. شكون هما عجاني الله؟ هما هذوك اللي زلقوها في الحمام اللي قناو ليها الصابون اللي بتجي. الله يجيك. الله يا البشير الله امي مشات ليا وبحرا سبتات ليا المروزيه. ديك البشير ياك ياك انت اللي جبتي لي المروزيه من عند امي. صافي يا مالك صافي. اسمع على ودنيك شتي تصيفط ليه المروزيه وشتي تصيفط ليه المشاكل. واخا صيفط ليه المشاكل راه امي هذيك وانا الكبير ياك. راه خويا مصطفى راه تيقول لك الحنين هو اللي كيورث ياك اخويا البشير. يلا بعدا نشوفوا. يلا يلا حاجة. مرحبا. الله يرحب بك الخير. أرى وليت يا بسم الله. يا ربك الله يا أخويا مصطفى أمي مشات. أمالك أمالك الله يهديك. إلا ما لقيناها هنا غادي نجي نلقاوها في السبيطار الآخر. عباد الله عباد الله بغيت نشوف امي بغيت نعرف اش واقع بيها. شفت انت تقول غير مع بوحدها. يلا يلا نمشيو. يلا يلا بارك الله على الهنيه. الله يبارك فيك اللمينة. بصحه وراحه الحمام لا كنزه كي لقيتيه؟ غير عضيباتك اخويا لا كنزه. بصحه وراحه. يعطيك الصحه. معكوب عليك. اش هذا العجب؟ ايه فكرتيني راه جا عندك ولدك مصطفى ومراتو ووليداتو وخلاو لك هاد الامانه. ايوا شتي العكس ما كيجيو يسولوا فيا حتى تنكون خارجه. يا جاب الله شفتهم ملي جابوا هاد الرزيق ما كل كحشات والعروسه داتو لامها. قولي لي كي لقيتي الحمام؟ ولي ولي على فضيحه الحمام. جات واحد خيتي بغات تبان علينا ايوا مشات حتى لجنب طافضنا وقعدت قالت لك بغات دير دوك الحركات الرياضيه ويا تزلق تهزات حتى للسما ويا تخبطات على الارض. مسكينه. وا مسكينه هي انا اللي غادي نكمض عظامي وهاديك راه قاعده تطبوز علينا. عرفتي ما ديري؟ دخلي تسرحي وجدي ليا راسك هاني جايه نديرو المراجعه. اجي فين غاديه؟ عاوني حتى ندخلو هاد الرزيق ونعبرو عليه شي براد ديالاتي. وغير تهني دابا نجيب الدراري يعاونوني فيها. هي سيري. واخا الله يرحم الوالدين. كنزة 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 كنزة. مبارك مسعود ولدات. اش الله يهديك اش بغات تولد؟ اجي راه امي راه عندها 60 عام اش بغات تولد؟ قلب خير الله يجزيك بخير. لا ما سمعت العاود قلب مزيان الله يجازيك. كنزة 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 كنزة. اخويا ما كايناش. الله امي مشات. الله امي مشات وشكون غادي يطلع عليا؟ وشكون غادي يطلع عليا وعند من غادي نمشي الى تلا بيا الزمان؟ امالك امالك انا راه غادي نقلب عليها فين ما كانت. راه لا كنزه بحال الوالده. صافي
اجي علاش اللي ما تمشيو تشوفوا الفوريان؟ الفوريان واش حنا عندنا؟ قلت لك مولاي هادي ماشي طوموبيله يا خويا، راه تقدر تكون مات. يموت لك النص ان شاء الله. ما قلتي كاع مات هذيك مات يموت لك البشير. شنو هاد المصيبه ديال مرتها بالك ولا الراجل؟ المصيبه راه اختكم قبل ما تكون مرتي. خليك ما تسكتي، راه السبيطار هضرات عليا والله حتى نوريه امي مات يموت لهم النص. صافي سكتي تخمني تقدر الدريبه راه حبس السبيطار تخمني امالك راه السبيطار. سجي قدامي الله على راحة الله والله على راحة وما بقاش البالي خمم ما بقاش البالي خمم واه لا 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 يوا ضيق لي هاد الكويس ارطي لي الخبر بسم الله كاس كيرد المجاج الله يعطيك الصحه. الله يوا لا كنزه دوزي دوزي واخا الله يعطيك الخير. يوا جبدي الادوات قبل لا تشرب كويسنا ديال اتاي حديد ومغزل. يلا جبدي يلا. لا لا هو الاول هاني ها الادوات ها هما. يلا قبل ما نديرو الدرس اليوم نراجعو الدرس البارح. ايه علاش درنا البارح بعدا اش دول الضرب اش بينا بين شي ضرب اللي بضرب الله يعطيهم لي شنو بغيتي شي حاجه اخرى واخا بلاتي نشوف واش عاقله. ايه اعطيني شي كلمه كتبدا بحرف الباء. حرف الباء ما عطى الله غير هما. يلا غادي نبدا لك لالا بانيو. بانيو لا واجبنا تاع التركيز ايوا قرينا عندك الصح لقيت هاد اللونين على عيني. هاد عدبتك معايا لالا كنزه شوفي الجدر طاب ليا طير ليها لكم وما قالها ليا حتى بغى ينعس وغدا داخل في الثمانية ارطي على راسك احيانا شحال رقعت وشحال نقيت وشحال تولت يا في الاخير خطفوه مليا بنات العيالات الله يهدي ما خلق. ها اش هذا شي حد واقع على الباب اموتي ياك ما يكونش الشفاره ضغوط باش يهربوا ويك ويك ولا ما تغوتيش غادي يهربوا عاودوا يرجعوا لينا واش ندير عيطي للبوليس البوليس والبوليس ولا وعيطي لهم في التليفون. فين هو التليفون؟ عندي هنا بشويه فرع سيدي هذاك القفله تكون السيده ميته لداخل ميته ما حنا على فالك الله يخليها لينا مالك اخو انت على هاد الهضره هادي وبلي عندي ديك ياك انت نجار ولا اخو انا ما قد على مشاكل ايوا عاود دخل سوق راسك ايوا واش غادي نديرو نبقاو جالسين هنايا انا راه عييت بغيت نجلس بشير دبر لي في طورنا باش نلوش نترقاو شوف واش غادي ندير. ايه ها هو انا ما عندي ما نسير سير شوف الى ما قدا والو راه غادي نمشي نجيب الدوزان من الحانوت. دوزان؟ اه مالنا حنا بلا نفرعو بانكا اش هو هاد القفل شحال قاصح اقصح من راس كاس البشير. يلاه مصطفى يلاه صاحبي واقفين اش كديرو؟ اشي ها اش كديرو؟ اش كنديرو؟ انت كتشوف اش كندير؟ كندير سليلو تنفرع الباب تتفرع الباب؟ ايه وتتقولها بوجهك حمر ومالك اخو انت على الفضول وسوقك شكون انت؟ شوف شوف برد برد يا جمال كيش راه كاين البشر اللي فضول يخصو فين يخشي من القعر ويخصو يعرف شنو انت مصاوب بلاتي هاد الناس هاد الكنسه راه ما عنديش معاها اخو انتوما كتجيو تصوروا على الناس وشنو خدامين في المطار؟ حنا البوليس. البوليس؟ بوليس؟ احتراماتي العباس اشتي تنقول لك جمال ديما دخل سوق راسك عطا فضول داك غادي تصيدك في شي مصيبه كحله مساكم سعيد. الشريفة حلي حلي راه جبتنا العصابه وهي متلبسه. العصابه؟ العصابه البشير اش واقع؟ يمكن الجيران اللي بيعوا بينا اللي بيع بيكم هي مرا وسميتها كنزه كنزه شريفة حلي
هلا لا كنزه غير حلي راه حنا البوليس. مي مي لا كنزه شنو كاين؟ لا كنزه حنا شديناهم وغادي نديوهم وتبعينا باش نديرو المحضر. الله يخليك يا ودي راه الله يخليك. راه السيده نسيبها هادي تجيوهم طبعا. الحمد لله ويلي يا مريم واش هما برانيين؟ صافي قفرنا في الخدمه ومشات الصفقه وزدنا طب بعثرت الكوميساريه وسركم نتوما اللي تابعينها في هبانه. واش عباد الله المراه ما بيها والو وما كيقلبوا عليها في السبيطارات. بصراحه اخويا مصطفى انا عييت بصرا بقى تابع امي تخرج لي على مستقبلي. واش نديرو نفرطوا فيها؟ راه من هذيك الحماري واش تفكر ولا ما تفكرش هي؟ وشوفوا ليها اللي قبلها خدامه زعما مرة نجيبوا لها قوة التدخل السريع يجلسوا سيمانة يطر لهم الفريخ. شوفوا لها شي ميزون دو غوبو هني وراسكم. اشنو زعما الخيرية؟ عرفتي هاد الخيرية وتسمعها اختي مالكة شقوا في راسها غادي تشتو مع راحت. ايوا قول لديك مالكة تديها للدار عندها وتقابلها هي. وا خليو عليكم مالكة. عرفتي اخويا مصطفى شنو نديرو؟ نعم نمشيو عند خالي ميلود هو يفتي لنا شيري. والله الا عنده الصح هذاك خوها ويعرف الكاركتير ديالها مزيان الله يلقى لكم شي حل. ايوا كوبي بعدا انت راه تاي السي مصطفى. لا 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 خليه هاتي غادي نشربو عند خالي ميلاد فكاك لو حال. يلا سيدي جمع الوقفه يلا نشربو انا ونزها. شكرا شي اختي هاد كنزه غتحمقنا داك الجرام اللي بقى مع رجالنا غتساليه لينا. علي ميلاد واخا لي ميلاد. اهلا بسي مصطفى وسي جمال زرتنا البركه. الله يبارك فيك. حميده انا جاي المعلم. سي عند المعلم علي جب واحد براد كتا ياكل من غوم. يلا سيبي راسك. علي واخا خلي ميلاد لاباس كيداير الحركه البيع والشراء؟ الحمد لله والشكر اليه ما خصنا خير. قول لي كيداير اختي كنزه؟ وعلى ودها جاي عندك اخالي ياك لاباس ياك ما مريضه؟ لا 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 ما مريضه والو غير كي شتي دابا الوالده عندنا الوالده مسكينه عرفتي دابا الوالده مع كبرات وداك الشيء وجينا انت باك تشوف لينا شي حل. هذا الشيء علاش حل؟ اجيو بعدو تفضلوا. شكرا. بسم الله. اش من حل؟ ايوا خلي الحل ديال الوالده عرفتي دابا الوالده اختي مالها؟ ماشي هاد الزهيمر. لا 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 ماشي الزهيمر دابا عرفتي مع الوالده دابا حنا دابا تشتنا الله يكون في العوان بزاف ديال الشتنا وهي مره مره كتعيط عليا في النصازات من الليل ومره كتعيط عليا بغات تمشي للسبيطار مره بغات تمشي تزور الصلاح مره بغات تمشي للروضه وعرفتي دابا حنا الخدمه كثيره وعرفتي ديك المره عندي نزعه عرفتيها كي دايره والدراري والخدمه ياك اخو جمال ياك. عرفتي خالي راه خويا مصطفى عنده الحق عرفتي انا راني كرفاس مع العمل والمدام مسكينه كتجي مكرفصه من الخدمه. يلاه نطيب لها العشاء زعما هي طيب لها العشاء كيعيط لها خويا مصطفى كان نوضو جري من هنا يا ما تجري من هنا قلب من هنا عينا خالي ياك اخويا مصطفى. ايه لا 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 بيني وبينك خالي وينا خدامين بالليل وبالنهار ولكن انت خالي جينا عندك قاصدينك حيت انت خوها كتعرف الكاركتير ديالها. الله يرحم والدينا ما شفنا شي حل معانا مزوق فيك. اوكي ايوا الحل عندكم سهل. سهل؟ غادي تزوجوها وتهناو. انا خويا الله يرحمو ويوسع عليه كان كيقول لي تزد من 50. لا لا خاصك نهار وشهر. ايوا النهار ما عرفتوش ولكن الشهر كاينه لالا شهر ابراهيم. عندك برج الحوت وعليا عزيز عليا السردين والكابايله مرقده وداك القمرون تا ويلا لا بديك البطيشه. اش تضحكوا عليا وقولوا لي حتى انا نضحك معاكم. غادي يجيك عريس. ويلي 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 وانت سيدي ليا البلاوات من غادي ينزل ومشيت في السويقه قم قم بسي.
سيدي عدي عزيز الدفاع اللي فرقي مسلمي وقف عليا البارح في المنام وينيكم وعلعني ما عندي ما نسمع انا با ما غادي يجي حتى شي واحد بلاصتو وعلى هاد القبال خويا البشير انت المدام وسير عيشو مع الوالده انا راه ما كرهتش لكن زرع عزيز عليا بحال الوالده ولا سكنت معاها غادي تهنيني بزاف د الحوايج سي البشير اه ياك لكن زعز عليك بحال الوالده واه الله يودي عندي واحد اقتراح اما هو جيبها تسكن معكم هنا في الدار اه انا امي ما كتبغي تقعد عند حتى شي حد قالت لك بغات تبقى في دارها فين خلاها المرحوم بغيت نسولك الضريفه واش عندك شي حل ولا باغي تعقدي الامور اختيرها هكاك امي غاديه تبقى في دارها ياك لالا ولكن امك ملي كتنوض لها شي قربانه في الدار في نصاصات من الليل راه كتعيط عليا انا وانت اخويا مصطفى كتعيط لي انا في نصاصات من الليل جمال نعم يلا نضربوا زلافتنا بلاتي بعدا تشربوا واحد الكاس ديال اتاي لا با البشير يخليه تيطلق السلام عليكم وعليكم السلام هكا وعلى نزوجوها ايوا سمعتي البشير اش كيقولوا هادو با جمال ما عندي بنت سالك ها بلاتي قاطعها في مدام حتى رجليت السلام عليكم وعليكم السلام باشي في الملكة؟ لاش بغيتي ملكة؟ شنو؟ شوف أسيدي إلا كنزة إلا قبلات تعاود ملكة المخار فمصطفى البشير راه عنده الحق هما هي اللي كيهمها الأمر وملكة تعاود المخار لا ملكة لابد خصها تقبل باش سمح الله للوالدة عكسات ولا شي حاجة تكون الملكة معنا في الخط باش تقنع الوالدة على الزواج وراه ملكة عكسية راه المعدن ديال العكس سولوني أنا اللي تورطت فيها ياك المعلم تورطتي فيها نسيتي يامات الحب والغرام وكتجي عندي كتموت وكتبكي ها نسيتي ولا نفكرك ولا دابا عاد ولات خايبه كتبان ليك وطورتي فيها حتى تقلتيها بالولاد يلاه قبل باشي ياك ما نفكرك نسيتي نسيتي ملي كنتي مقرد ها اش قلنا بهاد الهضره ما عندك عشا ليلى حتى جات عندك ملكه قلتي ما تربح حد ولاتي لاباس عليك شحال الهضره سي مصطفى واش حنا جينا على هاد الهضره ايوا باش تعرف حنا راه ماشي غير الهضره اللي جينا جينا باش نشوفوا الحريره الحامضه ديالك الوالده ماشي هادشي ديال الملكه ايه وهذاك الشيء حتى انا اللي جيت شوف اسيدي حطوا لا كنزه قدام الامر الواقع خليوها هي تختار شتك ما باقي قلتي لي والو يا الراجل اش موضوع على المرات العزيزه في موضوع امك ايوا الموضوع ديال الوالده حنا غاديين فيه شويه بشويه حيت راه صعيب باش تقول لها هذا الخبر ديال الزواج في دقه واحده وهادي سهل منها ما كاين نمشيو شي نهار نتغداو جميع ونفرقعوا هاد الرمانه لا 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 ما جاتش هي ما جاتش تخلطوا وتقول لها هذا الخبر بلا ما داكشي راه خصو شويه ديال اللباقه والدبلوماسيه عاد تقول لها الخبر تحس شويه مرحبا وهادشي كله علاش ايوا راه تمشي تصدم ولا شي حاجه راه الزواج هذا نزا شربي حريره تسخنك انا ما عنديش منين ندوز اختي هنيا ايوا ضربك البرد اختي الجنابر في راسي عم اختي هنيا نزل عيطي ليا لولدي مصطفى قولي جي يدني للسبيطار بلا ما نبرزتو في هاد الليل هاني معاك واللي بغيتيها نجيبها حتى لعندك نعم اختي انت عندك وليداتك بوحدهم يا سيري باتي معهم يا رعيت يا مصطفى فك هو كيعرف فين يديني بلاتي مخشاي هكا انا مرات على التليفون هاي واخ الو شكون
هنيا سمحي لي انا مره غلط، انا ما نعرف حتى شي وحده سميتها هنيا. القديمه هذه سميتها هنيا. انا اللي غنجاوب هاد المره. شوف هاد هنيا اللي تبعنا في هاد الليل وما عرفتيهاش. الو شكون اختي؟ واخ بارك الله فيك. شكون هادي هنيا؟ شكون هادي هنيا؟ جارة امك. ايوا مالها اش بغات؟ قالت لك اسيدي امك مريضه وخاصك تمشي تشوفها. اش غدير دابا؟ امي مريضه؟ الله مسكينة. الله عيط لجمال خليه هو يمشي عند هاد المرة. نعم جمال عرفتي مرتو كيف دايرة معاه، غنقول له يخطر ليا. زعما كيدير كيدير آه الله يلا ضرب من قبل بنيد هادي ماتش هذا زين ها ما تحزين عقلك خليني انت جمال ناسي وراك كيجي ليا في الدار ديما ما الله فيك ها وي شكرا داخل ميرسي لله في الحقيقة هاد الراجل عندك تحفة أمادة مريم عامر نكات لا ورا تا مريم راهي باقي ما عرفتيهاش راه ناشطة وغزالة ياك على هاد الحساب اليوم غادي نسهروا جميع عا معلومك جمال غادي نبقى معاكم ولا لا حتى يصبح الحال ولي ليها ليها شنو غادي اخذ؟ الو اهلا 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 شكون؟ مصطفى وي خويا لا لا بس انا مع مريم كنتعشاو مع دي زامي شنو؟ دخلنا لك بوجه الله واخا خويا انا جاي انا جاي دابا انا جاي شنو ماما مال عاوتاني راه دا خويا لي زورجونس راه كاو خاصني نمشي يا حبيبه عرفت اش دير ريح معنا مادام مع اخوك مصطفى لا خويا سمح لي راه ما نقدرش نخلي خويا بوحدو مي ان شاء الله فوغا تخابي سا لا بروشين فوا فوسخي مي زانفيتي شوي ديزوري خاصني نمشي والله الا حشو معاك دايرتي انا لا صباري اليوم اسمحوا لي زيدي ماشي زيدي حتى جمال هذا الجو كيداير البارح الشمس والشتاء الواد الله يهديها ارتاح على راسك كنزه واحد شي شويه ارتاح كنزه الحمار راه امك هذيك ماشي نسيت اخويا مصطفى سير وراه امي مريضه واش طبعت لكم الهضره بارك الله الهضره الله يرضي عليك بشويه امي بشويه عليك بشويه زيدي كلمه ضحكه كنزه وحق الله العظيم بشويه امي بشويه هل هو الوالد هذيك السبت؟ لا تي شتي اخويا مصطفى شتي انتي جبتيها في راسك مقابله لهذوك الصلاح وكل مره انت غادي على الروضه تقلباتك الشمس اخويا مصطفى بارك من الهضره وسيروا قلبوا على الفرماسيان اللي فيه البيرمانون نشريوا ليها الدواء لا لا مالكه الفرماسيان اللي حل معاه الصباح هو مول البصاره جمال مشيو يلا تهلاي في الوالده داك المسخوط ديال مصطفى شهاني في البصاره بنيتي واخا امي سير سير رفيق واش انت ناس بلاصه الخدمه ودابا لو في الجهه اش بتقول لي شنو الخطر اخويا مصطفى هذاك الشيء اللي خلات ليا كنزه كملاتو ليا مريم في الدار ياك ما عاوتاني مخاصم مع هاد مريم يا سيدي وطلبت الطلاق كاع عاوتاني على قبل الاولاد والوليدات وقالت لك اسيدي بسبب الوالده حيت البارح خسرت ليها لا صواري انا بعدا راه تنبين نجي عندك
ونتشاور معاك ونديك معايا باش ما يبقاش فيك الحال. ما انا ما عندي ما ندير بك لا انت ولا مريم. يا مصطفى شنو هو خيار الكلام؟ داكشي اللي قال خالي هو اللي غادي يدار، وغادي نمشيو عند امي دابا ونهضروا معاها في هذا الموضوع. داكشي اللي جيت عندك، ولكن ما غاديش نقولوا لها الموضوع في قاع الدار. انا فين نقولوا لها هاد الهضره؟ في الجريده؟ لا خارج الدار. يوم بدات تكمل خدمتك وانا غادي ندبر لك في الخطه. يلا تبارك الله عليك. الله يسخر. وين فيها؟ فيق صاحبي فيق. غادي بيا جايبيني للخله باش ترميوني الكفره بالله ياك تهناو مني. لا 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 الوالده حنا جبناك بغينا نهضروا معاك حيت هادشي بغينا نقول لك بينا السر في البير ما بيناش حتى شي حد يسرق الخبار. اييه انا كون قلت لي هاد الكلام في داري غادي يسرق شي حد الخبار. امي دابا هاد الموضوع صعيب شي شويه وحساس ياك اخويا مصطفى ما نقدروش نهضروا فيه في الدار. قولوا لي انتما غرضكم في الدار ياك؟ ايوا لا سيدي الدار داري وما عندكمش الحق تصرفوا فيها حتى نموت تدفنوني وديك الساعه ديروا اللي بغيتوا. هاديك الله الوالد بطوال عمرك اش بينا بشي دار ولا الموضوع تيهمك انت يا الموضوع تيهمك انت. انا ما فهمتش اش بغيت تقولوا من هذا الكلام كله. دابا امي دابا خويا مصطفى هو دابا احنا هضرنا و دابا بغينا حنايا نقولوا لك مصطفى. ايه دابا احنا اللي بغيت نقول لك غير دابا بانه دابا احنا ولادك ياك كنتي وانت منى وبانه وهو جمال وانا ولدك بانه قول لي قول لا دابا خويا مصطفى بارك عليا انا ما ندخل ونخرج في الهضره وانتم كل واحد كيرميني الاخر بحال ديك الكره ديال الشرويط. قولوا لي شنو كاين وتلقوني للفراجة يلا تقولوا. ايوا شدي فراسك ولي لها عليها قول لها. نشد فراسي ولي لها عليها. امهمتي خويا ميلو ديالك مات. لا لا مات ولد ما دخلكم ياك وانا راني بغيت خويا انت شنو ميلو مات هذاك على هذاك بحال هذاك تيموت هذاك الباقي درتك انا حنا مجموعين. المشكله عندك انت فين كاين المشكل؟ ماني انا دابا فهموني راكم دوختوا لي راسي قول لي شنو كاين. بلات انا ندير المقدمه دابا امي دابا على كنزه دابا الله سبحانه وتعالى وصى بالوالدين. نعم وقال لك بالوالدين احسانا ونعم بالله. دابا الله كيقول هاد الهضره دابا انت كتعرف هاد الشيء. دابا انت الوالده دروكا انت تبارك الله بخير وعلى خير في صحيحتك وساكنه في دارك بوحدك وعرفتي مع السكنه بوحدك وباقي شاده فيك العين. والله العظيم ملي كنا تنهضروا عليك في الدار وانا فكرنا بانه بقيتي فينا انت بوحدك في الدار وداك الشيء وفكرنا بان نجيبوا لك شي حد اللي ينساك ويضحك معاك ويعمر عليك في الدار. لا انا ما بغيت حتى شي وحده تجي تعمر عليا الدار. انتم كتعرفوا هاد الهضره انا ما كنحملش العيالات. لا 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 احنا ماشي هذا راجل بينا نجيبوا لك راجل نيت. يا ويلي على قلت الحيه راجل يا ويلي على طارج نيت ادويو بتجيبوا لي راجل يكون واحد معايا في الدار ياك. لا دابا ما فهمتيش مزيان دابا هو ماشي شي راجل كاع راجل. لا لا انت ما فهمتيش راجل قالك ماشي راجل غير هو في الحق احنا جبنا لك نجيبوا لك واحد الراجل باش يتزوج بك فهمتي شريك الحياه ولا حياه في دين فهمتي دابا فهمتي نعم هادويو اش قلتو؟
شي دابا حنا الوالده جبنا لك بغينا نجوجوك وندير لك شي عراسيه تكون دايزه الكلام وداك الشيء العماريه والله فرحوا بك امي نفرحوا بك واش غادي نقول لكم ملي هاد الهضره جات من عندكم والله ما رضى في وجهكم يلا ماشي بخير اصغرت على حماري زغرت ما كنعرفش وي وي يلا كل ما طويل النهار محالجي ايوا دابا واش نقابلك انت ولا نقابل ولادك ولادي مالي جبتو مايا نهار جيت نخطبك دابا نبقاو حنا كنتغاوتو هنا قدام الخدامه ياك بغيتي تفقسني وانا حامله لا لا ما غنفقسك والو انما عندي لك واحد مولاي الخبر غادي يطلع لك عيشه قنديشه اش درتي عاوتاني يا البشير دوي انا ما درت والو امك الا لامك امي مالها هضروا مع اخوتك على الزواج ايوا وتفقسات مسكينه ياك تفقسات وقبلات قالك تفقسات قبلات ايه قبلات وراه ناشطه مع راسها ايوا الحماق هذا اجي 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 فين غادي غادي نوقف هاد المصيبه اللي غتوقع هيا تا ودني منك راه غادي تسخط عليك تسخط عليا قرار اش راه راه السوارت اش مسوارت السوارت الموتور هاو ديك القطيره اللي فيه سيري قاديها هاك يلا نزيد حتى بليسانس من عندي ايوا الا بغيتي تفو عليك مسكي دير شد ودوز ليها مارش دوزي انتي قدامي دوز انت قدامي اللي بغيتي ليها مرسي يا بنتي زيدي تقعدي الاخبار الله يسمعنا خير اش واقع ولادي مالهم الا كنزه بغى يزوجوني اشنو كيفاش اشنو مالك بان لك فيا هرب عليا الركب ولا لا غير هو اش غير هو والراجل لقاوه ليك بعيده غادي يلقاوه كل زرع كيجيب لي ربي كيالو هو بارك بالسعيده لاله كنزه الله يكمل بخير مع شكون اللي كيدق هادي الدقه ديال بنتي مليكه جايه تبارك ليا انا غادي نحليها غير خليك لاله العروسه انا غادي حتى للدار ونحليها معايا لاله كنزه يا الورده وعليك يطيح ندى لاله كنزه يا الورده وعليك يطيح ندى لاله كنزه يا الورده وعليك يطيح ندى كنزه يا الورده وعليك يطيح ندى انا لاله مليكه انتي لراجلك السيد بشير هاد المسيمنات وبوسي ليا الدراري يا كمي دابا صافي هادشي اللي بغيتي تقولي ليا هادشي اللي بغيت نقول لك ايوا عادي الا ما كان في راسك يا سيدي انا حر انا حر انا حر لله فهمني انا شدو وعجبني يا كمي هبا مسكين الله يرحمه انت قلتيها
الله يرحمه ويوسع عليه مشى. دابا انا بغيت نتزوج على سنة الله ورسوله. شوف يا خليل الله يخليك، دبرينا على شي رجل الوالدة يكون قافز. انا تنعرف عندك الاصدقاء ديالك واصحابك بحال هذا الشكل ديالك، قياس الخير، ولكن انا ما نكرهش شي واحد تكون فايته مثله المراه. يا ودي الرجال الموجودين ما قوى الله غير هما، بالحق راه خصكم تعرفوا نتوما كي بغات هي هذا الرجل. اخي الله يهديك، واش بغات تصرت لينا نديو لها الرجل كيف ما كان والسلام عليكم. وانا غير قلت شتي الوالده من غادي نديو لها الرجل هي غادي تقدو كي بغات هي، راه كنزه هذيك واجلك على الله. وحتى دابا اخو مصطفى ما خسرين والو، غنمشيو نجلسوا معاها نشاوروا معاها باش ما ديرناش سبه من بعد. عرفتي ما يجيكم مليح نصلي العشاء ونرجع ويفعل الله خير. تقبل الله. الله يسخر خالي. العقا احنا هل بين لا غير هضره هنيا بحال اختي. لا لا الا بغيتوني نوض نوض. لا واجلسي غادي لا غير كيشتي الوالده دابا. انا قلت لجمال نيت بغيت نقول لك دابا خفت انا في الحقيقه، انا خفت غير لا نجيب لك شي راجل وما يعجبك شي وتقول لي احنا راه ما تنعرفوش نختاروا. ياك جمال الله يلا حشمتني يا البلاوات. لا لا يتفشل وليدك، احنا وليداتك حنايا نغرب. ايوا خاصيتي انا غادي نهضر. انا هذا الراجل بغيت يكون ما طويل بزاف ما قصير بزاف، يكون مربوع القد، وما بغيتو تاني يكون غليظ بزاف، وما بغيتوش يكون رقيق بزاف، وما بغيتوش تاني يكون بيض بزاف، وما بغيتوش يكون اسمر بزاف، موين بغيتي يا الوالد الرمادي ولا قهوه وحليب؟ صاحبي كطر من مقله خلي سيري تكمل. كملي يا امي كملي. واخا وليدي يا بغيتو تاني ما يكونش شارف بزاف، وما بغيتوش يكون صغير بزاف. وعلى هذا الحساب الوالده تيبان ليا بغيتيه يكون تيشبه ليا قياس الخير ياك. الا هو خصو يكون فيه يكون ضوي ضوي ضوي. سمعي امي شوفي الا ما ما فهمكش هو انا كنفهمك مزيان، سيري كملي. اخا وليدي يا جمال الله يرضي عليك. ايوا قول لخوك انا هذا الراجل بغيت يكون ما مرخي بزاف ما مزير بزاف. بينو بين ما يكونش مرخي وما يكون مزير بزاف. بينو بين واش انت بغيتي بنادم ولا بغيتي بولون؟ لا 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 دابا شنو قالت لك هي؟ زعما ما يكونش منونخ وما يكونش منحوس، نص 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 نص. تبارك الله على الدار فاهم. نوض سيدي نبدل الساعه اخرى. الوالده ثقي فيا انا اللي غادي نجيب لك هذا الراجل وغادي نعجبك، ولا ما عجبكش الراجل بيعو مقال ردو. صوت صوت خليه بحال نصب لنا القاموس. حاشاك من الصباح وانت كتصوتو صوتي بعلى هي متى قاعد ردينا ارخ زال مزيان دير الحانوت. خالي الشكي اللي بغات الوالده راه قلتو لك. عندي واحد صاحبي يليق ليها ديو تشوفو. واش كنتسناو الخويل سطوف ونغيزو الامور مع واحد القضيه سخونه؟ الليلة ان شاء الله غادي نتلاقى معاه ونزكي معاه وغدا سيرو جيبوه. وكاين واحد السيد اخر يقدر ينفعنا، دابا نصيفطكم لعندو سيروا شوفوه. ودير عليا اختك يا خالي شتي جاب الله طرقتي هذا مسمار الوالده. من المسمار الوالده المسمار ديالك تا هو نطرقوا عليك. اش من مسمار ديال الجواج؟ ايه يلا صوت عليه يا طيب. طيب نعم سيدي صوت عليه يا طيب. اه يا الخويل صوت عليه يا طيب. ايوه يا الخويل صوت عليه يا طيب. طيب يا الخويل صوت عليه يا طيب. واه 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 يا الخويل. دور النت اخو مصطفى. احوال النت شوف دابا حنا ولينا خدامين مع الوالده. قلت لها مادام عندي كنت تلقى دابا شفتها هزال السما ومريم تلقى دابا طايحه بلا رياح. تريبا شحال غارقه والله القوي. ولكن هذا هو النت ياك ضرب سحسي. هي هي هاد الدار قهويه يمكن لي هي.
هذا هو النعس الدار قويه رقم تسعه اش بان لك؟ ما كسمعش طلبها ياك ما دير شي صدقه ولا شي حاجه تبا مصطفى يلا جينا اش خسر ندقوا كاين طلبه ما كاين باس المرضى انا كنمرض السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما كتقلبوا على شي حد؟ يا سيدي واحد السيد سميتو العربي. السيد العربي مات الله يرحمه مسكين. مات؟ على ما في خباركمش؟ لا أنا ما في خبارنا شي حتى ما كاينش اللي غادي يقولها لنا. ادخلوا قدامكم لله إنا لله وإنا إليه راجعون. لا غادي نشوفوا شي حانوت نشوفوا لنا شي قلبة السكر. كاين شي حانوت هنا قريبة. وشتي خويا وراه مناسب مع السي العربي، السي العربي عاطي لبنتو لخويا هذا، أنا جاي للسكر دوك. أش فيها؟ نعم. السي العربي ما عندوش في البلاد ياك ما تزوجتش خويا. لا 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 مرحبا شريف. الله يبارك. مرحبا مولاي السلطان. الله يبارك فيكم. اهلا سلام السي عثمان. احنا وصلنا لدار العروسه. ايوا انتم داخلين هكاك تطولوا. لا تنشري شي قويلبات ديال السكر. لا 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 القويلبات ديال السكر على حسابي. انت بقى لي في خاطرك. ايوا لا وثاني ما نقلبوك شي ثاني برا هذا هو. لا ما يتقلبنا شي. قولوا لي بعدا. فين غادي؟ فين غادي؟ خالي واش هذا السيد عارف فين غادي ولا كيتريقل عندنا؟ لا عارف غير بغا يتقن. خالي قول لي هاد البركه سميتو اسميتو عثمان دفا ها عثمان دفا عثمان دفا دابا الى تناسب معانا وتجوج بالوالده ولدنا الخويتات ديالي غادي نسميهم الشري جمال انا شتضحك واش تقولوا قال لك اسيدي مرحبا بك ونهار كبير هذا بسم الله دي مزيد اسيدي مرحبا بك زيد السي عثمان دفا مهلول؟ نعم السي عثمان. فين اختك؟ اختي؟ العروسة. مالا هو هذا العريس دربان على عمرو؟ اخويا مصطفى السيد بغا يشوف المدام، راه حقو هذا. الوالدة! الوالدة زيد راه بغا يشوف العريس. سيري قلتي هكي. وزعمي وسيري، سيري توكلي على الله، راه العريس بغا يشوفك انت، ماشي انا. يلا. زميرة ما تخافيش. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. خالي قول لهريس ها العروسة جات. سي عثمان هانا ها خلتي يد ربي ها العروسة. الكروسة؟ ماك تدخل ليا في عيوني. إلا كروسة شتي باقي عندي. أنا كنت دايرها في الشتوى تنبيع فيها طيب وهاري. وفي الصيف تنبيع فيها سكيمو. واه. الكروسة؟ لا هو الكارو، مالا خالي غادي تدخل تخرج في الهضرة. سمح ليه، راه تقيل ليه السمع. اش قال؟ قال لك مرحبا بك. ايه والعرس انت. سي الحاج؟ واه بلاتي بعدا نشوفوا العروسة واش قبلات. ويلي قتلات؟ اش بالي بغي اللي قتلات؟ بغيت تقتل لي حتى انايا. ولدي مصطفى، اش هاد العريس جبتو لي كاع مفاقم؟ الوالدة واخا شتي هكاك، راه قاف زمقد. راه مصطفى عنده الحق، سيد مسكين ما عندوش تجربة، هي مدعوق. اختي كنزة، اش قلتي؟ ياويل، يا بانا غير نعس، بغيت في الكوميسارية ولا؟ سي عثمان، سبحان الله، سي عثمان. نعم، وكلت عليك الله، لا تفيقتيني، كنت في واحد العلمة دايزها الكنان، خلي ديني ما حسبت فلوسي، تاني حلم لقيت واحد الخدشة تاعت الفلوس، وهزيتها، ودرتها على كتافي. وتبيت غادي وصلت الدار باللي حطيتها لقيتها خاوية يا وطرني كانت متقومة وليها شكون هذا بعدها
انت السي عثمان. سي عثمان الله يستر. كلك سي عثمان بين انا انت في ظل العرس وهذه راه العروسه وانت راه العريس. انا هو العريس انت هي العروسه. زوينه زوينه تبارك الله وصغيره قد امي. ها ولدي هاد العريس راه باش تليه شي واش كنت صحت سميتو واش تي ويدي اللي شافك انتيا راه ماشي غير غادي ينسى سميتو غادي ينسى عمرو. انت راه حاجبك الله تبارك الله. يلا بينو يلا انا الدهنيا صلاه السلام على الصوم يا سيدنا محمد يا الله ما جعل الله يحجبك الوالده الهنية الله هنية يلا عند راج قلت لكم سيدي ما بغاتش شيء ما بغاتوش اي لقاتو كيفاش لقاتو السيد راه هرم راه ما بقى معنا المال اخالي راه السيد كون كان فيه ما يتلبق كون قرينا الفاتحه وقضينا الغرض ياك ايه حتى هذا ماشي مشكل غادي تدوروا معاه ونردوه في حالته. ندور معاه مصطفى ندور معاه مالو بيحسب عندنا القدوم ولا هو زوينه هذه اش يقولوا اش يقولوا هذوك اش يقولوا قال لك ما بغاتك شاي ما بغاتني شاي ايه يا ترب للدتر طلعتك من الكربوس شفت شكون اللي قال هذه عيطوا لي على مرتي مرتي ما هي الاولى وعلو مرتي عافاك مرتي ما يفرقونا ما درنا هذاك مرتي ما عيطوا لي على ما داش اجي مصيبه صافي جاب الله بعدا غير ملي لقيتو لا اللي زوينه السيد قلنا لي العروسه ديالك سميتها كنزه قال لنا حمزه على كاين اسم راه سميتها حمزه. دابا شنو ناويين ديرو والو غادي نلقاو لها شي راجل اخر الا يسر الله. اش نقول لك علاش ما ديروش لا انونس باغ انترنيت يا حبيبه انا وياك تلاقينا غير باغ انترنيت. انترنيت شحال كتسطي عليا واش دابا انا مي ماما بقدر قمت ندير لها تصويرتها في انترنيت باش يضحكوا عنا القزاقز. لا فاطمه دير تصويرتها وهي كبيره دير تصويرتها ملي كانت صغيره وما ديرش كنزه دير مثلا كيكي 22 سنه الهوايه ديالها السباحه والخراجات. معلم انت خويا فاضل كتبت لك العنوان هنايا دير مطلوب عريس وكمل من عندك راك انت كتعرف شغل وا دخل عندي وصافي صاحبي حتى العشيه ندوز عندك وغيزي المسائي راه هذا هو الصدا والله مصيبه راه راسنا ما مصدقش راه هذا الاخر شتي دابا هاد الناس كي دايرين هادو لابد ما غادي نلقاو فيهم شي حد مطلق ولا معتالي لا مرا واش غادي دير؟ غاتمشي عندهم تقولوا مع عباد الله شكون اللي ما مزوجش يجي يتزوج بامي. لا 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 شوفي شوفي هذيك خينا اللي دايره ديك الصرفقه على راسو دابا هذيك خينا راه جاي مع الوليده روان. عرفتي اش غادي دير؟ غتبدا تجي كل صباح تصاحب معاهم باش تعرف شكون مزوج وشكون مطلق. ما فكره واعره هادي عندك مزيانيت باش ندربوا على داك الشيء ديال الانتريت باش ملي نقدر ناكل التقاعد غنجيو نلعبو شي طرح ديال الكارطه ولا طرح ديال الضامه. ايوا هذا هو شغل الحماق. صافي انا طاحت لي الفكره في راسي سيري سيري دابا نعجبك سيري. دابا امي غادي يجوجوها غادي يجوجوها ايوا والله ما نجوجوها حنا باش ترطب لينا ونعزازو عليها. سي حميد جارنا عرفتي سي حميد عرفتو سي حميد ميت عليه المراه وكان خدام في فرنسا غادي ندبروا عليه حتى هو باش يدبر عينا في تويبات من على برا. حيانا عليك حيانا عليك. ايوا زيد دق عليه. لا 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 سيري دقي انت. وين راك انت الراجل؟ انا اختي ما فيها ما ساهم في هذه السيئه. يا ودي زيد دق عليه زيد لا ويلي. وزيد. يا بنتي الله يهديك. يا زيد دق عليه. دوق. السلام ورحمه الله سي حميد زين سمحي لنا سي حميد ياك ما صدعناك. لا ما كاين حتى مشكل انا ماسك شتي النبي والصاع الجار ياك وانت راجل مزيان ما عمرنا شفنا فيك شي عيب. بارك الله ومرتي ملكه دارت واحد القصريه ديال السكسو وقالت لي والو نمشيو نعرضوا على السي حميد باش ياكلها معنا. بارك الله فيك ولكن سمحوا لي ما يمكن لياش عندي واحد ضيف في الدار. انت سمعتي السيد عنده ضيف يلا يفحلك يلا. يا سيدي مرحبا به مرحبا به حتى هو حتى هو ايه حتى هو حتى هو
سي البشير جارنا مراته دارت الكسكسو وعرضوا علينا ناكلوا معاهم. محاسن خطيبتي. متشرفين خطيبتو. مرحبا تفضلوا معنا تفضلوا تفضلوا. مرحبا 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 سي حميد. كي داير بخير؟ الله يحفظك نعماس. مرحبا تفضل سي حميد. سيدنا هذا الفيلم هذا احنا محتاجين فيه للرجال اللي ما مجوجينش، حيت المخرجه عندها البطل ديال الفيلم ما مجوجش شيء، وهذا الفيلم هذا المخرج انا وياه دي بيه الجوائز بزاف، وراه غادي نمشي نشارك به في المهرجانات. كاين بحال المهرجان ديال كان هذاك في فرنسا، باش اللي ما عنده ما عمرو مشى لفرنسا تجي الفرصه باش يمشي لفرنسا، وكاين المهرجان ديال مراكش، وكاين مهرجان اخر ديال جنوب افريقيا. عاده الاهم في هذا الشيء هو خصنا الرجال اللي يكونوا ما مجوجينش. الرجال ما مجوجينش. اش قلت لكم؟ الرجال ما مجوجينش. اسميتك انت؟ العربي. العربي واش كدير؟ خدام في لاكار. خدام في لاكار واخا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسميتك نعمس؟ كريمو نعمس. كريمو فاش خدام؟ في القوادس نعمس. خدام؟ في القوادس. القوادس. هي نعمس. السلام عليكم. عليكم السلام. اسميتك اسيدي؟ سليمان. سليمان. ومجوجة سليمان؟ لا. سول واش غادي يتزوج؟ ولا دبرنا لك في شي مرا. تواصى ما بيهاش. وعندها الدار تقدر تزوج بها؟ أنا باقي نتزوج. إيه؟ على هذاك الشيء اللي دوزات عليا المرحومة قليل. شو كي ردتني؟ أنا راه كنت بوغوس. هذا بلا ما تقيديه. عرفتي علاش؟ حيت هذا مكره من العيالات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسميتك انت؟ احمد. دابا السي احمد انت فايت مجوج؟ مازال على الله. انت باقي على الله؟ باقي على الله. عندي لك واحد الهمزه، الا راني نفريد هذا الفيلم ما صدقش ما استاوكش ودبرت لك على شي مراه ما بيهاش وبدارها وبخير وعلى خير تجوج بها؟ ياك ما هذه اللي واقفه حداك ولا مال هذه كيف جاتك؟ لا تتبان لي تتنفخ ومعفرة ودافعها كبير. اش كيقول هاد الله؟ لا ما تديش عليه دابا هاد السيد مسكين معاه من الصباح وواقف في الشمس فرشخات ليه الراس فهمتي؟ وحتى تشوف عنده راه ضعف شوف يعني حتى ما بقاش يشوف والو مسكين. وخليك واقف معاه. نزها. شوفوا الخوت حنا دابا غادي نمشي مع المخرجه نشوف اشنا هما الناس اللي بغات تختار، وهاد التصور ديالكم غادي انت مازال ما تصورتيش اجي صور هذا. يلا انا غادي نمشي عند المخرجه ونعيط على واحد بواحد. واش نصوب حتى نعيون نفطر على بصله؟ واش قاريها فيا حسيفه؟ ولكن الوالده راه هادشي اللي جبدت لك المغرفه ديالك. والله يخليها مغرفه. اشكون؟ انا لينزا. جمع جمع تضحك فيا الجيران. زيد اختي هنا يا زيد. فاستف مساء الخير. مساء الخير لهنيا. لا كنزه النقافه اللي صيفطتيني عندها راه عندها لك سوا البيضة. بيضة؟ اش من هذيك سوا البيضة؟ واش عندك انت شي شغل؟ ايه ونوض قابل وخلي شغل العيالات. واخا الوالده الله يعاونكم. لا يلا هنيك. الله يعاونك مصطفى. ولي ليا وفي الفرفارات. شنو هي؟ يا ويلي سوا البيضة. ما فيها فرفارات. ايوا اختي انا بغيتها بالفرفارات حيت يبردوا. كديروا الدراري هنا؟ ما نكذبوش عليك جينا على قبل كيكي. كيكي؟ شفت التصويره ديالها في الانترنيت وقوقة صاحبي. وما كتبان العنوان جينا نشوف واش تبغي تمشي معنا لواحد الحفله مع ميزامي. كيكي؟ كيفاش كيكي؟ وي يا صاحبي مالك سمك؟ انا ساكنه. ساكنه في الدار؟ واخا. انا عيط لكم على كيكي اللي ساكنه في الدار. هي نسيتي شي حاجه وليدي؟ ولا وشكون هادو؟ هادو شباب جايين قال لك تيقلبوا على شي وحده سميتها كيكي. انا غنقدم لكم كيكي. هادي هي كيكي. مال هادو؟
هادو قالك لا لقاو شي حاجه في الانترنيت سميتها كيكي شي بنت وعندهم لادريسه ديال الدار. يا وليدي هذا راه سميت الكلام هادي. وشوف انا سميت ولاو تيسميو كيكي الحاجه خليت ناسي مع راسك. الله يخلينا في سبغتنا. امين وليدي. السلام عليكم. اليوم ولا جمال غادي ندكوكم ان شاء الله. شنو زعما با مصطفى زعما حنا هاد الريال حقرنا؟ لا لا ما حقركمش اي، ولكن الريال تلعب تاعي ما غاديش يكون في المستوى ديال البارسا. شنو زعما حنا عندنا المتعلمين؟ اسيدي انا شفت شي كيشجع البارسا وشي كيشجع الريال. ايوا الفرق ديالنا كنخليتوها حنا كتهمنا الفراجه والفرجه. دابا خلينا من هادشي كامل، قول لي اش درتو في الماتش ديالكم؟ انا ما وريتهاش شي ألف واحد في الانترنت والو، حتى واحد ما عجبها. شوفي راه شتها واحد اللعاب زعما شتها واحد الفيكتيم وراه عجبها. اسيدي المهم غير تقبل وحنا نتهناو. اي 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 سرد عليك يرد عليك عجوا عجوا سير 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 بيت 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 جبد 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 سير جبد واحد جوج دملاي ديالاش كيفاش داير ديال البيليسيرين ديال العرس ديال الوالده. والله يهديك يا مصطفى وانا العرس يتقم عليا فابورو امي بجوج المليون. ما قلتش خاص الله يجعل البركه في مريم. واش بدا صاحبي ضروري والله الله يا ولدي عمر شويك الله ضروري زعما هادشي كيسلم فيه جوج المليون. الله اللي ما ينساك الوالده هذيك واش حابين نديرو لها رسالة هكاك ولا؟ وكاين عندي دوك واحد الكليب مصطفى. اشناهي؟ مريم ما تسيقش الخبر. السر في البيع. والله لا ساقت الخبر بالله. في الحقيقة أنا عجبني هذا. صافي اللي قلتي لي هو هذاك. يلا ندخلوا نتقدم عنده راه كنعرفوه. صافي فين تتعرفي؟ قلت كانت جي انا والمرحوم زعما انا والدراني نتقدموا من عنده. السلام عليكم السي الحاج. السلام عليكم السي الحاج كيدير ابو الحاج؟ كتجي بخير انا السيد بخير. الله يخليك شي خويت مال ديال الزواج. اختي الحماق حتى شاب عاد داروا لي حجاب اختي كلها وزهروا الطفخ لا ضربه به.
كاين شي كلب تيهرب من دار العرس. بالحق لافوت ماشي ديالها، لافوت ديال ولادها اللي قبلوا لها على الحماق ديالها. ربي لما سكتي سكتي لقيتو المخويا انايا. مرحبا بكم، مرحبا بكم في هذا العرس ديال امي كنزة، امكم منى، منى كنزة. ومرحبا بكم، ومرحبا بخالي، خالي هو اللي دبر الوالدة على العريس، ورحنا فرحانين بزاف بهاد الوالدة اللي درناها في قفص الاتهام، زعما قفص الزواج. وراه عرفتوا اللي بغى رضات الوالدين وبغى الوالدة ترضي عليه يجي ويجمو. اش قلنا؟ ما سمعتكم شيء. حسن جدا. ايوا شوفوا دابا الله يجزيكم بخير، غادي نطلب منكم باش تهزوا معايا واحد الفاتحه. يلا وقفوا 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 وقفوا، يلا ديروا يديكم معنا الله يجزيكم بخير. الله يبارك للوالده في هذا الزواج، ويبارك لهم الله في الذريه ديالهم، ويسقب لهم الله ان شاء الله في الطريق ديالهم المسيره ديالهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. يلا جلسوا جلسوا. أرانا النشاط. أجداك تمشي الزين وانت يا راجل مسكين ما سمعتش أجداني، لا كان في الأول حب زوين جمع ما بين القلبين في الآخر رجع نصراني. أجدك تمشي الزين عليك يلا لا لا وليدي عفا كيف توني لدويرت الله يرضى عليكم. هي قالت لك ما تمشي لدويرتها خايفة من الموتير. ما قالت لي ياك اسيدي. يلا بسم الله يلا نص انا غنمشي مع تابع انايا. طلع هنيا ملكة يلا وازيدي يلا. Thank you.
الله عليكم. الله يسلمكم بخير. الله يمسيكم على خير. عليكم ان شاء الله. شكرا بزاف. الله عليك مزع. انبارك مسعود. الله يكمل بخير. 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 غير يصبح الحال ونجيب لك فطور. ايوا دخلوا حطوا قدامكم تستريحوا شويه بعدا. لا اختي عينا بزاف. بلا نمشيو نتكاو شي شويه. خالتي كنزه غدا الصباح غادي نجي نتي شويه من الفطور اللي بغيت لك الهنيه. مرحبا بك وليدي. مرحبا بك كنزه. ايوا بركه من الجمع ودخلي. صباح الخير. صباح الخير امي. اسي الله الله يرحمها. يلا ديروا شي فتحه الخال. اييه سير خالي. بسم الله. سير ولد خالي كيف فكتينا. الله يجيب لي فك في الدنيا وفي الاخره. امين. يلا سيدي تصبحوا على خير كل ما يمشي الله. يا سلام. يلا يمسك الله يمسك لك نجا. عمي عمر 16. بسم الله. مرحبا بك في دارك. الله يبارك لك لالا كنزه والله يدخلني عليك بالربح ان شاء الله. بسم الله. لالا كنزه غمض عينيك. هاني اريدك. هيا قولي بسم الله. بسم الله. الله يعطيك الخير. شحال شريتيها؟ ستة د المليون. ستة الاف ريال. والله يعطيك الخير على كل حال. ودابا عاد عاود لي قصه حياتك. انا بغيت نسمع ليك دابا بالقانع. نعاود لك لالا ولا ما عاودت لك انت يا لمن غادي نعاود لك لالا؟ انا كنت رجل اعمال كاين نبيع ونشري في الارض. إوا درتي الفلوس مع راسك. واحد النهار دازو المخزنية الحملة جمعوا لي بالميكان اللي كانت في الأرض خلوني على الأرض. أوكاك وقول لي كنتي فراش. المهم المرة الرابعة لالا طلقتها على حقاش كانت كتضيع الماء بزاف. ونحمد ربي ونشكره هذاك الشيء اللي ما فينا. أنا أعدى حاجة عندي ينضيع نعمة الله. قلتي لي المرة الرابعة هي أنا بغيت تخمس بيا. لا انتيكم على 12. أنا اللي رين فاتني كانت لقها ما كان قبلش وحدة ترين فيني وحدة فيهم. نقول لك العشرة نقول لك حد صار غير زدت معايا الهضرة واحد النهار وأنا نشدها من قرونا. هي شديتها من قرونا فعار الله وأنا نضربها مع الحيط. دف 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 يا ربي السلام. انا اللي بغيت نموت. يا ربي السلام. ابي بنتي غادي نموت. ابي بنتي اتقي يا ربي اتقي لي مصطفى. ابي بنتي ابي بنتي من العرس للجنازة. ابي بنتي على فضيحتي مصطفى. ابي بنتي ولدي. الوالدة بخير. أهلا وليدي. كي جاك العريس؟ ها؟ والراجل مجبنتي كتجيبي ذا الأخرة ديال باك الله يرحمه ويوسع عليه. اكشي بس ما كاين. وعتقني يا حبيبي عافاك لا يقولوا أمك راه قتلت الرجال. عتقني وليدي عتقني. صافي صافي هاني جي هاني جي هاني جي هاني جي.
قالوا الناس القدام كان حتى كان في قديم الزمان سارف الأسر والأوان واحد الفيل عند واحد القيل في واحد القبيلة وهذاك الفيل ضصر مرة مرة تيخرج تيأكل داكشي اللي زرعوا هادوك الناس ديك القبيلة هادوك الناس اللي في القبيلة مشاو عند واحد السي قال لي أودي الله يجازيك بخير بيناك تمشي معنا عند القيد قال لهم مرحبا تمو غادي لعند القيد ما حدهم هما غادي لعند القيد والناس كتسلت مني وصلوا قدام القيد لقى السيد راسه بوحده قدام القيد قال لي القيد ياك لاباس قال لي نعم سيدي الفيل ديالك قال لي مال الفيل ديالي هو يضرب جنبه ما لقى تحت ويقول لي نعم سيدي الفيل ديالك خصنا نجوجوه خصنا نجوجوه بشي فيله ايه وهادشي اللي وقع لنا حنا عليها الناس تقول لك ما قدو فيل زادو فيله وما حرمش عليك اخويا مصطفى وحنا ماشي وادا على جينينا شوف يا جمال راه هادشي اللي وقع لينا شوف دابا الوالده يلا قلنا تهنينا منها وجوجناها هو يجينا الفيل زعما هو يجينا العريس اه يا وينو شتاز الطبيب تعطل واقيلا القضيه راه حامضه دكتور مات الفيل زعما مات العريس اولي ما ترجليه قال لي ما ترجليش اختي ناس بالمات السيد مازال ما قال والو قتلتيه هاد السيد لازم عمليه على القلب عوينه وليدي خرجت فينا عوينه ياك الله يجيك الواداش من عوينه الله يجيك هاد العمليه القلب نديروها دكتور وهاد العمليه تتطلب 10 د الملايين شحال وممكن تنجح هاد العمليه ممكن ما تنجحش ولدي نديروا العمليه ها؟ انا عندي واحد 50000 ريال غادي نعطيها لكم نعاونكم بها وانا عندي واحد الموتور راه غادي نبيعه الا جاب شي حاجه اش بغا يجيب لك هذاك الموتور اللي بعتيه والو سكتينا انت انا الله يخلي لي ولدي مصطفى وجمال هما اللي غادي يديروا لي عمليه لباصغي شكون جمال شكون جمال انت اخويا مصطفى شحال ما سمعتوش مزيان ما سمعتيش 10 الملايين ولكن غادي نكون معك راجل شتي هاد العشرة الملايين باش بينا نديرو العملية للوالدة ما غاديش نقول للمدام ديالك راه عطيتي 5 الملايين واخا قالوا أنا الزمان اش قالوا؟ ما قدهم الفيل زادوه الفيلة إوا زيد قدامي زيد الو السلام عليكم الله 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 تحتي من الدروج الله 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 صافي صافي احنا جايين زهر نوض يلاه نمشيو ومصطفى واش امك ما غتساليش عين من هاد التبرزيط التبرزيط انا ندير امك هادي ماشي امي اويلي مصطفى اويلي ما شوق عليها مصطفى سيدي مصطفى حبيبي مصطفى ونوض نوض الله يرضى عليك مصطفى نوض نوض عافاك نوض مصطفى نوض دابا حبيبي مصطفى سيدي مصطفى الله يسمح لنا من حق الوالدين الله في الوالدين شابو لو الزمان جابو لو رعاهم إلى شابو لو الزمان جابو وتندم إلى غابو تندم إلى غابو ما ينفعو دموع العين الله في الوالدين دين وصلك
الله في الوالدين. الوالدين.